يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على من يحتج بحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون على استغاثتهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه حي في قبره يسمعهم ويجيبهم؟ ليس هناك دليل على حياة الأنبياء من الكتاب ولا من السنة، لكن إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم بنص القرآن فالأنبياء أولى منهم. هذا هو طريق الاستدلال على حياة الأنبياء، أنه إذا كان الشهداء أحياء بنص القرآن فإن الأنبياء أولى منهم بذلك فهم أحياء، لكن الحياة هذه حياة برزخية من الأمور الآخرة، ليست مثل حياتهم في الدنيا تطلب منهم الحوائج وهم على قيد الحياة، هم أحياء حياة أخروية تختلف عن حياتهم في الدنيا، فلا تعلق لهم بذلك والحمد لله. نعم. وقول السائل يصلون في قبورهم، ما الدليل على هذا؟ من قال أن الأنبياء والرسل يصلون في قبورهم؟ ورد رواية أن موسى عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء صلي في قبره عند الخفيب الأحمر، لكن الرواية هي لم تثبت، كما نبه على ذلك الإمام ابن كثير في تفسير وغيره ابن القيم، هذه الرواية لم تثبت. نعم. ولو ثبتت فهذا عمل أخروي، صلاتهم لو ثبتت فهي من أمور الآخرة ليست مثل صلاتهم في الدنيا. نعم.